مرحبا فيكم حبايبي برج الدلو ان شاء الله هذا الشهر انا شايف الورق حلو وحبايبي تفائل والتفائل هو الحل بالبدايه قبل ما أنسخ خليني احكي الابراج او الطاقات اكثر إشي مبين ميزان اسد قوس في كمان اللي هم ناريين ناريه هوائيه وما ايه هذا اكثر شي مبين بالورق آه خلينا نشوف طاقة برج آه الدلو لهذا الشهر يعني اغلب افكاره او آه سوري اغلب افكاره او آه يعني طاقته على شو مركزة هاي الفترة آه مشاعره افكاره لكل فترة لها طاقة معينة فنشوف طاقته آه لهاي الفترة كيف عامله اها آه شايفة نوعا ما تحقيق بعض الأمور اللي كانت شوي صعب إنه تتحقق شايفة تركيز عليها وشايفة في نتيجة حلوة من وراها فشايفتك عم بتركز على الطموحات أكثر إشي يا برج آه الدلو آه وكأنك عم شوي فقدت الثقة بالحب جيت يعني كل أملك بالشغل البعض منكم طبعا مش الكل عم بشوفكم روحانيين جدا هاي الفترة بتصلوا كتير صلوات دعوات يعني عم بتكون وعم تتواصلوا روحانيا وعم بيكون في حب كبير في موجود على الأغلب حب جديد على الاغلب لكن ممكن يكون مع اشخاص قديمين يعني مش مش شرط لكن الاغلب هاي هي طاقتك لهاي الشهر حبيبي شايفيتك طلعت من مشكله كبيره خلينا نقول هاي المشكله انا بسميها يعني اشياء كبيره مصيريه طلعت منها ممكن تكون هي انتهت خلاص طلعت منها لكن ممكن تكون طلاق ممكن تكون خسارة عمل ممكن اللي هي خسارة يعني ولكن انت تعديت هذا الموضوع بعد ما خسرت هذا الشيء زرعت نصر او في عندك نصر بعديها تماما يعني هي المشكلة بعدين النصر تماما واكنه على نفس الشخص او بنفس الاتجاه هدول الكرتين عم بيكونوا لانه بجنب بعض مع هذا الاشي كله عم بتحاول انك تستشفي عم بشوفك شوي تعبان يمكن الظهر عندك او تعبان نفسيا ممكن النوم عندك في مشكله او الاكل الجهاز الهضمي اكثر يعني بعضكم طبعا مش كلكم ولكن هذا الموضوع عم يتطور عم بيصير ممتاز شايفيتك بالعمل عم بتحقق انتصارات اكثر من انتصار واكثر من فوز عم بتحقق واللي ما عندهم شغل عم بيلاقوا اكثر من فرصه انا بشوف هذا الشهر اكثر من فرصه لهم انه يلاقوا شغل ف حلوه كتير على مستوى العمل عم بتحاول تعمل توازن ما بين الحب او العائله والعمل من بعد فتره كان فيها التوازن مش اوكي عم بشوفك كتير قوي من بعد فترة كنت متوجس كنت على فكرة برج الدلو كان في عندك طاقة سلبية قوية كان في عندك شي قوي يمكن سحر او حسد او شغلة ولكن عم بشوفك عم تستشفي منها على خير عم تطلع منها شهر سبتمبر ان شاء الله بتكون خلصت من هذا الموضوع نهاية سبتمبر بتكون خلصت من هاي الطاقة السلبية إن شاء الله تماما، شايفيتك نضيف الشاكرات تبعولك نضاف في آخر الشهر أمورك تمام. أكثر شيء الناس اللي عم يدرسوا عم بشوف في نتائج كتير حلوة، في نجاح بامتحان يمكن كررت الامتحان أكثر من مرة ولكن شايفة نجاح. شايفة احتفال بالنجاح مع الأصدقاء أو مع الأهل عم بتفرح أهلك بهذا الموضوع أو عم يفتخروا فيك وممكن تكون نفسك أنت صاحب العائلة يعني الأب أو الأم أنت نفسك الدلو أنه أولادك رح يفرحوك بهذا الموضوع موضوع الدراسة هذا الشهر فكمان بيطغى على الكروت والناس اللي عندهم دراسات عليا أو عم يدرسوا في بلد تاني لاني عم بشوف شوي من او بعض ناس برج الدلو اما انتقلوا على بلد ثاني او رح ينتقلوا بشهر سبتمبر عم بشوفهم عم ينتقلوا وعم بيحاولوا يكبوا كل الاشياء السلبية وكل المشاكل بالبلد القديم او بالمسكن القديم ويحاولوا يغيروا يروحوا على جديد عم بشوف برج الدلو الاشخاص وكأنه عم بغيروا جلدهم وكأنه تعلموا بما فيه الكفاية من الحياة ومن الأشخاص اللي حواليهم عم بغيروا جلدهم يعني الناس عم تطلع عليك عم تحكي لا مش هذا مش هذا هو انه كتير كتير رح تكون شخصيتك متغيرة عندك حكمة كبيرة تحط حدود للعالم من بعد ظلم كبير أكلته انت فعلا انظلمت كتير فعم بشوف بعده زي ما قلنا في انتصار من بعد هاي المشكلة شايفيتك عم بتفكر بشكل ابداعي او انك تطلق فكرة بشوفك فيها اما شغلة ابداعية او شغلة بتساعد فيها الناس فيها مساعدة للناس مش انه بدون مقابل لا بمقابل ولكن بشوف فيها مساعدة بتقدم مساعدة للناس ممكن تكون هيلر ممكن تكون في جمعية خيرية عم تشتغل او عم بتحاول تعمل هذا الموضوع يعني عم بشوف خير من عندك بطلع للناس وعم تتصدق بهاي الفترة كتير عم بشوفك كتير كريم انت بالاساس كريم بس هذا الشهر أكثر عم بتكون كتير محتاط في شخص حواليك امرأة او رجل مش يعني مش شرط ولكن هذا الشخص برجه مائي على الاغلب هذا الشخص في مشاكل بينك وبينه مش شايلك من راسه رح يضل فترة يعني في في راسه انت موجود ورح يحاول انه يعني يعمل شوية مشاكل ولكن ما رح يطلع في ايده شيء انا ما شايفه انه بس اللي هي على الفاضي محاولات فاشله بس انك شوي تكون محترس من هذا الموضوع عزيزي في في عرض رح يتقدم اما منك اما من الشريك شايفه في الكروت جاي فوق بعضها كثير حلوه انت والشريك شايفيتك في في قمه الحب وال من بعد مشكله كبيره يمكن هاي المشكله نفسها يعني مشكله كانت مش صغيره مشكله كبيره مع الشريك صار فيها اللي هو كلام انت غلطت هو غلط انظلمت فيها ويمكن هو المظلوم كمان يعني القراءه ممكن تكون عكسيه لانه عامه ولكن عم بشوف من بعد هيك عم بشوف اصلاح للامور عم تتت يعني عم الامور ترجع زي ماضيها زي ما اول بلشت العلاقه شايفه للناس العزاب شوي متكبرين يمكن شوي مش حابين يرتبطوا باي حدا يعني عندهم مواصفات عالية جدا لشخص المستقبل عندهم فرص ولكن عم بشوفهم ما ما عم يلقطوا هاي الفرص أو عم مش بتكبروا عليها عم بيشوفوها إنه مش مناسبة مع إنهم ممكن يكونوا غلطانين في هذا الموضوع فبقولكم لا أعطوا فرصة في شخص ممكن إنه يظهر في حياتكم هذا الشخص ممكن يكون برجه اما ترابي اما هوائي يعني رح يكون منيح رح يكون كويس ممكن أدملكم الحب اللي انتم محتاجينه انا عم بحكي للعزاب مش للناس اللي في بحياتهم شخص معين عم بشوف فرصه حمل كبيره للناس اللي عم يستنوا حمل عم بشوف الحمل او هم اوريدي حوامل فعم بشوف الموضوع عم بصير على خير مش <applause> مبين بنت او ولد مش عارفه <applause> يمكن بنت بس يعني هذا اغلب الاشياء بس شايفيتك حبيبي كثير عم تحتفل هذه الفتره عم تطلع من فتره قاتمه لفتره حلوه عم بشوف في تواصل روحاني عالي جدا بينك وبين الحبيب لو كنتوا على علاقه او لو كنتوا منفصلين عم بتفكروا في بعض بطريقه فظيعه التنين انا شايفه حب متبادل ولكن في اطراف اخرى عم تحشر حالها في الموضوع فعم بشوف سيطره هدول الاشخاص لسه موجوده لحد الان ولكن بالمستقبل القريب ممكن انه يعني تتخلصوا شوي شوي من هدول الاشخاص اهم شيء رجوع ممكن يكون في سبتمبر بالنسبه للازواج شايفه في ناس عم بتفكر في اشخاص اخرى غير الزوج او غير الشريك في يعني في علاقه ثلاثيه عم تكونوا داخلين فيها بس بحذركم من هذا الاشي انه هاي الفترة تكونوا شوي حريصين من هذا الموضوع لانه ممكن شوية اسرار تطلع لبرا من غير ما تقصدوا او غصب عنكم فديروا بالكم من هذا الموضوع خلينا نشوف اذا في تحذيرات لبرج الدلو هاي الشهر اذا شايف انتصارات بالعمل يعني ممكن يكون اللي هو ترقيه لانه شايفه عندك مفتاحين ممكن يكون واحد منهم مفتاح بيت ممكن تمتلك بيت او تنتقل على بيت جديد والمفتاح الثاني ممكن يكون مفتاح مكتب اللي هو ترقيه او منصب معين فكتير حلو بالنسبه للتحذير اجاكم حظكم انه في في يمكن نفس الاشخاص اللي قلت لكم عنهم في, في ما بين الاصدقاء في شخص متخفي في شخص عم بيدس بي سم معين او سموم معينه أف افكار عم عن بحكيها عنك بطريقه غير مباشره وكانك بتعرف هذا الشخص او ما بتعرفه انا ما بعرف بس انه هذا الشخص ما عم يكنلك الخير وحاطك في راسه فدير بالك ممكن يكون باي وسط يعني مش بوسط معين هذا كان بشكل عام خلينا نسحب كرت الك وكرت للشريك اذا كان في شريك للعقل الباطن على شو عم بتركزوا هاي الفتره او شو عم بتفكروا بشكل عام العقل الباطن إذن لبرج الدلو إذا برج الدلو ورق كتير حلو عم بتغير حالك أهم شيء عم بتغير حالك لأنه برج الدلو كتير طيب يعني عم بيستغله في ناس عم بيستغلوا هذا الموضوع فلازم تغير حالك لازم تغير شوي من تصرفاتك تحط حدود وأنا شايفتك هذا الشهر ماشي بال يعني بالاتجاه الصحيح خلينا نقول اذا كرت اليك كرت للشريك بالنسبة لك حط يعني ما عم تفوت دقيقة طول الوقت عم بتفكر بالحبيب ما رايح ابدا من فكرك قد ما سبب لك مشاكل قد ما ظلمك قد ما عمل فيك لسه عم بتشوفه مثل الوردة لسه عم بتشوفه يعني ما تغير بتفكيرك ممكن بتفكيرك الواعي تغير آه عم تطلق عليه احكام وكذا لكن في عقلك الباطن انت ما زلت بتحبه حبه كبير واحلى كرتين آه كمان الشريك الشريك آه عم بيحاول انا شايفه في عنده طاقات سلبيه ممكن تكون من طرف ثالث عامل له طاقه سلبيه او آه يعني من طرف آه مو شرط طرف ثالث اللي هو خيانه لا يعني ممكن تكون اي طرف لكن عم بشوفه شوي شوي عم بتحرر من هذا من هاي التراكمات اللي عنده شايفة عنده مشاكل عم بيركز أكثر إشي على إنه يخلص على هاي العوائق لحتى يمشي في العلاقة لقدام فهذا أكثر إشي عم بفكر فيه وعم براقب وبغار بطريقة فظيعة لكن ما عم يبين مبين عندي إنه شوي شخص متكبر أو عنيد غامض عم بيخبي امور او بي بي بيتقصد يكون غامض لحد يغيظكم يمكن خلينا نشوف اوراكلز ايموشنز هاي هاي الفتره فتره عواطف بالنسبه لبرج الدلو رح يركز كثير على عواطفه واساسا هي فتره رومانسيه كثير حلوه بالنسبه له سبتمبر شهر مناسب للعاطفه نفس اللي قلنا عليه قبل شوي سبحان الله انه changing your mind يعني انه انت رح تغير تفكيرك او الطريقه اللي بتغير اللي بتفكر فيها بالناس او انك تحط حدود زي ما قلنا هذا الكارت بايد هذا الموضوع هون بقول لك step away from the world and بيقول لك شوي ابعد عن الزحمة الحياة المدن العجقة اللي بحياتك حاول تبتعد تعمل خلوة لحالك تقعد شوي مع حالك يمكن تعمل مديتيشن يمكن تعمل أي أي سلوك روحاني أي ممارسات روحانية لحالك تعطي حالك شوية خلينا نقول يعني راحة من التفكير بيقول لك خلي حدسك هو اللي يحركك ما كتير ترد على عن ناس اللي حواليك أو على الناس اللي حواليك رح يكون يعني رح يكون في لغط لأنه قلنا قبل شوي في أشخاص حواليك ما عم يريدوا لك الخير فبيقول لك انتمي أو اتبع إحساسك وأنت من الأشخاص اللي عندهم حاسة سادسة يعني قوية فهدول برج اه الدلو كمان بيقول لك اه نو ذا اه هذا الكرت اه كرت اه قانوني بس بيقول لك انه انتبه من الامور القانونيه من المخالفات اه بشكل عام انك تخالف وخاصه في العمل للناس اللي بيعملوا بيشتغلوا اه كون اه يعني ماشي على القانون 100% ما تتركها للحظ اه هاي الفتره اه بقول تان باك آه في موضوع انت عندك اياه موضوع خلينا نقول في غموض كتير مشروع خليه خليه يكون مشروع او علاقة آه حاسس فيها حالك مثل الضايع مشروع ممكن يكون بالعمل او كذا آه دخلت فيه لكن آه مثل آه يعني مثل اندمت او دخلت ومش عارف تطلع من هذا الموضوع فبيقول لك اقرب شيء انك تطلع منه بلا ما تمشي كل هاي المتاهه وتضيع اكثر واكثر اطلع من هذا الموضوع او يمكن ادمان معين ممكن ادمان ممكن تعلق ممكن شيء معين فبيقول لك بلا ما تفوت بهاي المتاهه يعني اطلع منها هذا الشيء على فكرة جديد إن كان شخص أو حدث أو مشروع هذا شيء جديد ما عم يحكوا عن شيء قديم look forward بيقول لك صح في بطريقك كتير مثل معوقات أو challenges كتير بس بيقولك لك لوك فورورد بس تطلع قدامك خطوه بخطوه ما تفكر ب يعني كثير لوقت بعيد آه كون متفائل وفكر بس آه باليوم وبكرة وكون سعيد ما تحمل حالك آه أكثر أو ما تكبر الأمور أكثر آه ما هي خفف عن حالك شوي رفح عن حالك هون بحكي لك آه نفس الشي بيقول لك آمن بال, آه بال, بال آه guidance اللي جواتك آه كمان بحكي عن الحس السادسة والحدس انه في عندك حدس كبير استغل هذا الموضوع وممكن انك تنميه ممكن انك تنمي هذه الموهبة آه اكثر واكثر آه بيقول لك انه التزامك كمان في الامور والمشاريع رح تلاقي عليها نتيجة حلوة كتير كتير بالفترة الجاي فمات يعني هون نفس الشيء بحكي لك يور انترنال جايدنس ركز ما بعرف ليش طلعوا كل هدول الكروت على نفس الموضوع لبرج الدلو احنا بنعرف انه برج الدلو عنده حاسه سادسه يعني بس الكروت يعني كتير عم تحكي لك انه ارجع لهذا الموضوع اه نمي هاي الجفت اللي جواتك اه هذا الطائر اسمه كيوي عم بيقولنا او عم بيقول يا برج الدلو بيحكي لك اعمل مديتيشن عن عن طريق المشي اللي هو في في طريقه مديتيشن مش بس بالشمعه او انه نتنفس وكذا لا بتتنفس مع المشي وما بتفكر بشيء غير بالمشي علشان تصفي ذهنك من اي افكار ثانيه هو دائما هدف المديتيشن انه تعمل تركيز فوكس على اشي عش يعني على, على على التنفس على البريذنج على اشي معين او بنادول او شيء يعني صوت معين بحيث انك تتخلص من كل الافكار ايجابية او سلبية لمدة دقائق, دقائق. هذا الشيء بيعمل كثير فرق معك ويزيد طاقتك الايجابيه فهو بينصحك بهذا النوع من المديتيشن اللي هو بالمشي each كل كل يوم لمده اسبوع فحلو يعني اتبعوها اعملوها اسبوع وشوفوا ايش بيطلع معكم يعني ما بعرف ليش طلعت لكم هاي الاوراكل نشوف كمان الفيري اوراكلز أه بيقول لك بكفي انك تضلك تفكر حالك انه انت انت الضحيه انت فعلا انظلمت يعني انا بحاول اربط الكوت الاوراكلز بالقراءه اللي قراناها فبحكي لك يا دلو انه بكفي خلاص انك تفكر انه انت فعلا انت فعلا كنت ضحيه ولكن متابعه التفكير او استمرار التفكير بهذا الموضوع بيجذب لك نفس نفس الاحداث فاطلع من هاي الطاقه من انك انت تكون الضحيه وانا شايفه بالورق انه انت راح تغير جلدك وراح تغير من طريقه تفكيرك فهذا الشيء حلو حلو كثير بيقول لك سيلبريشنز في عندك احتفالات في في وممكن تكون زواج فحلو كتير وممكن تكون احتفالات مع الزوج او الزوجه ف كمان كرت حلو او بيحكي لك اي برينج uh, هذا الملاك uh, بيقول لك اي برينج message مسج فروم يور ديزيز من uh, حبيبك السابق او وكانكم مبتعدين عن بعض بيقول لك ام هابي ات بيس اند اي لاف يو فيري هو بيحبك كثير وهو عايش في سلام مع هذا uh, الحب uh, بيقول لك لا تقلق لا تشك يعني في لا تفكر افكار مش حلوه وكانه بطمئنك الحبيب او الشخص اللي انت حاطه في بالك يعني مو شرط يكون حبيب ممكن صديق صديقه بيقولك انه الصلوات اللي عملتها او الدعوات اللي عملتها رح رح تصير ان شاء الله في في وقت قريب ولكن بيقول لك كمان هاي الصلوات مش بس عشان انك يعني لا تعملها بس عشان انك تحصل على شيء معين هي في حد ذاتها هي, هي هيلينج هي استشفاء فممكن تكون كمان عاملها على يعني عشان استشفاء مش عشان شيء معين هذا الكرت طلع معنا مقلوب هو اساسا منيح اللي طلع مقلوب لانه بي يعني بيحكي لك انه انتبه من المشاكل اللي حتواجهك مشاكل صغيرة ما إلها أهمية لكن بما إنه طلع مقلوب معناته إن شاء الله ما في مشاكل والأمور ميسرة وعلى خير إن شاء الله نيجي للفقره اللي قلنا عنها الاضافيه انت راح تسال سؤال حبيبي واحنا انا رح اجاوبك بنعم او لا فانت اضمر على سؤال او اعمل بوز للفيديو واسال سؤال معين خلينا نعرف انه هل سيحصل واذا اوكي يعني متى التوقيت او بشكل عام قريبا بعيدا يعني اللي بيطلع معنا ف هذا الشيء رح يحصل اذا لبرج الدلو او لا؟ ممكن يكون سؤال يعني بسيط ممكن يكون هدف ممكن يكون اي شيء اوه مية بالمية ان شاء الله يا برج الدلو هذا آه هذا الكرت آه كمان يعني مبشر باكثر من من شغله يعني وكانه اكثر من حلم اكثر من امنيه رح تتحقق بنفس الوقت انا شايفه تنتين ماسك في ايدك تنتين شغلتين وعم بتكون عندك اللي هو يعني فرح كبير نتيجة هاي الشغلة حلو كتير نشوف إذا في وقت معين أو شيء متى هذا الاشي ممكن انه يصير بشكل تقريبي طبعا مش محدد قريبا جدا هذا الاشي